خب یا سید میاری نشون آقا شی شی آقا مناظری کوپوزیری مناظری قبیلی مناظری سیاسی فاعل مجموعی فاعل مستقلی کتاب مثقفین الى اخره يعني غادي نبان نتمنى قوة الرأي قوة الفكر الو بالنسبة لي تعتبر اننا منتصرين وخاص العدد القليل حقيقة لا يعكس حتى وزن الجمعية الحقيقي لأن وزن الجمعية يصل العشرات من المنخرطين والمنخرطات ولكن دائما الوضعية جاك المسيمة أن دائما حد يقاس يا أخي ينوي بلاصة ينوي إلى آخره المهم أنايا قائم جاك المسيمة غير أنه الوقفة هي ثالثة ذو سيدة مهنا أمام الجمعية لأنه بكل بساطة نحن في مكتب الجمعية الله يرحم الإنسان لا نريد أن يمس أي إنسان في مواجهة مع أشخاص وجدوا أصلا وهم يدوا لهم أثمنة لكي ينتهكوا حقوق الإنسان وينتهكوا حرمة الأشخاص ويجلدوا المواطنين في الشوارع وكذا وكذا إذن هذا وقعوا رغم أن الحرب التي تشنها الدولة الآن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتضح بأنها حرب منظمة الهدف هو تركيع الجمعية تركيع صوت اقتراحي قوة نقدية تجهر بحقيقة السلطة وبخروقة حقوق الإنسان وبالتالي الجمعية بطبيعة الحال ستبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على وجودها وعلى هويتها ومن يفاشي تمسى فقط غير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولكن تمسى الهيئات اليسارية الديمقراطية تمسى مجموعة من الجمعيات الحقوقية المغنية الوطنية منها والدولية لا لم نستعمل انترناسيونال لم تسلم هي الأخرى من المنع في استعمال القاعات العمومية إلى آخره.